نحن بصدد تطبيق الأمر الرئاسي 21/11 المؤرخ في 25/2021 والخاص بإعفاء المستخدمين المدانين من غرامة التأخير وزيادة التأخير. في هذا الصدد ندعو كل المستخدمين وأرباب العمل للتقارب من الصندوق من أجل الاستفادة من الجدولة واستفادة من هذه الإجراءات التي تمنح لهم الفرصة من الدفع على الأقساط بجدول مرتب وإعفاء من كل غرامة وكل تأخير الغرامات. وعلى مستوى وكالتنا 2859 مستخدم معنيين بهذه العملية، ونطلب ممتنين منهم التقرب في الأجل. يعني مصالحنا بدأت تستقبل في المستخدمين، وبدأت الشروع في دراسة الملفات في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين يعانون صعوبات مالية جراء جائحة كورونا 19 وتداعياتها على النشاط الاقتصادي من جراء توقف بعض الأنشطة التجارية وفقدان مناصب الشغل، مما أدى إلى انخفاض وتيرة النمو والذي انعكس سلبا على التزامات أصحاب العمل للوفاء بالتزاماتهم اتجاه هيئة الضمان الاجتماعي. وبالتالي جاء المرسوم رقم 12 أو الأمر الرئاسي رقم 12/21 المؤرخ ب 25/8/2021 الذي جاء لتخفيف الأعباء على هذه الشريحة من المستخدمين. من ضمن هذه الإجراءات منح أصحاب العمل المدنيين باشتراكات رئيسية إمكانية جدولة هذه الديون مع الإعفاء الكلي لزيادات وغرامات التأخير عند ملاحظة دفع آخر قسط من الاشتراكات. ونظرا للوضع الرائد الذي من جراء تفشي وباء كورونا المستجد وآثاره السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي، لا سيما مواعيد تسديد الاشتراكات الأساسية وما ينتج عنه من غرامة التأخير، في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين وعمال وأصحاب العمل، خصصت للمتعاملين الاقتصاديين تدابير استثنائية جاءت بناء على الأمر الرئاسي 12/21 مؤرخ 28/5/23/8/21 الذي نسمح بتقديم تسهيلات لأصحاب العمل بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي عن طريق الاستفادة من تسهيل بإجراءات تسديد الاشتراكات عن طريق الدفع بتقسيط وإلغاء كل الغرامات وزيادة التأخير. أليه